اهلا بيكم. هنتكلم النهاردة عن مسلسل الحب والكوميديا والفريد من نوعه، لكن لو لسه جديد معنا ما تنساش انك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتنا اللي جاية. بيبدأ المسلسل مع تشياو ووالدتها اول ما تنقلوا المكان جديد عشان مدرستها السنوية، واول ما وصلوا بتكون تعبانة جدا وبتعترض ان المنزل الجديد في حارة ضيقة ومن الصعب جدا الوصول ليه، لكن والدتها تعرفها انه مميز جدا بمنارة وعشان كده مش هتتوه ابدا عنه، وبتطلع على سطح المنزل وبترمي اختها عليها ثمرة الفاكهة عشان تلعب معها، وبترميها جامد عليها وبتقع، لكن فجأة بتسمع صوت شاب جات فيه وبتستخبى بسرعة، لكن اختها بتعتذر له وبتلاحظه هو مش متضايق لا، وكمان بيحاول يهزر مع اختها الصغيرة وبتعجب بيه من اول نظرة شافته فيها، وبتطلب والدة تشياو منها انها تاخد ورق الدعاية بتاع المحل بتاعهم عشان توزعه على الناس بما انه مشروع جديد ليهم وهيحاولوا عن طريقه انهم يكسبوا اي فلوس. في نفس الوقت كان في مباراة كرة سلة هتتلعب، وبيسأل المدرب عن كابتن الفريق واللي اسمه لين كاي، وبيكون دايما متأخر وبيلاحظهم نيان من بعيد، وبينتهز مدرب المدرسة الفرصة عشان يخليه يلعب مكان لين كاي واللي لسه مجاش، ويعتذر له انه مش عاوز يلعب لكن يفضل يتحايل عليه لحد ما وافق في النهاية. وبتوصل شياو للمدرسة وهي بتوزع ورق الإعلانات، وبتلاقي الماتش شغال والكل بيشجع فريق المدرسة واللي كان اسمه هاسوهو، وشياو بتروح معاهم وفجأة تلاحظ نيان وهو بيلعب، وبتفتكر أول يوم شافته فيه وبتعجب بيه أكتر، وبتشجعه على انه اللاعب لين كاي وما كانتش تعرف ان التيشيرت اللي لابسه مش بتاعه، وبتدخل واحدة من المعجبين وبتعرفها ان اللي بيشجع لين كاي هيفضل معاه طول العمر، وبتتصل بيها اختها وتستعجلها عشان تجيب لها الايس كريم اللي طلبته منها، فتسيب المكان بسرعة وتمشي، لكن بيوصل لين كاي الحقيقي وبيعترض على المدرب انه خلى نيان يلعب مكانه، فيتعصب اكتر ويتنمر عليه حتى يتعصب على المدرب وبيسيب لين كاي المكان وبيمشي. وبالليل بتتصل زميلة تشياو بيها وبتعرفها تشياو انها بدأت تعجب بشاب جديد اسمه لين كاي، وبيبحثوا عنه في منتدى المدرسة، والصادم انهم بيكتشفوا ان سمعته وحشة، حتى في بنات كتيرة بتكرهه، ولسه تشياو مش مصدقة الكلام ده. وتاني يوم بتروح المكتبة عشان تجيب باقي حاجتها، وبيوصل نيان لنفس المكان بالصدفة وبتلاحظه ولسه مش عارفة انه شخص تاني غير لين كاي اللي بدأت تتكلم معاه على المنتدى، وبتخرج وفجأة الدنيا تمطر، وكل لما تشوفه ما بتبقاش عارفة تعمل ايه، حتى بتسرح بخيالها، لكن بتطلب منه انها تستعير الشمسية بتاعته وبيديها لها وبيسيبها ويمشي. الغريب انها تدخل بعد اللي حصل على منتدى المدرسة تاني وتدافع عن لين كاي اللي الكل بيقول عليه كلام وحش، ولسه برضه مش عارفة ان اللي قابلته كان نيان مش لين كاي. وفجأة تجيلها رسالة من لين وما تصدقش نفسها، واول ما شافتها تتصدم انه بيطلب منها انها ما تتدخلش تاني في شؤونه الخاصة، وتتأثر وتكتئب اكتر، وتعرف زميلتها اللي حصل وان بسبب شكلها مفيش حد هيعجب بيها ابدا، حتى والدتها تلاحظ انها لسه مكتئبة، بس عشان تفرحها تجيب لها هي واختها الصغيرة شنطتين للمدرسة، لكن كانوا شبه بعض، ولسه صورة نيان رسمها قدامها ومش قادرة ابدا تخرجها من خيالها. وتاني يوم بترجع للمدرسة بسرعة، وبيكون اول يوم ليها في الفصل، وبتعرف نفسها للطلبة وبتدخل تقعد، بس تلاحظ ان الكل متوتر بعد ما اختارت المكان ده، وفجأة بيدخل لين كاي والمدرسة تأنبه انه جاي متأخر، وبيطلع مكانه اللي شياو قاعدة جنبه واختارته بالغلط. الصادم بقى انها تكتشف انها بدلت شنطتها مع شنطة اختها بما انهم كانوا شبه بعض، وما بتبقاش عارفة هتعمل ايه حتى لين نايم طول الوقت، واول ما خلصت بتلاحظ نيان وبتحاول تتهرب منه بعد ما كانت فاكرة ان هو اللي كان بيبعت لها الكلام على المنتدى، لكن بعدها بفترة تعجبوا المدرسة بعد ما اكتشفت انه بيلعب هو وزميله في الحصة، وبتكون شياو بعدها معدية من نفس المكان وتشوفه وهو متذنب وبتعدي من قدامه، وفجأة بيتوتر وبيوقع كل حاجة من على راسه، فيطلب منها انها تساعده ترجع كل حاجة لمكانها، وبينزل لها شوية بما انها اقصر منه ولسه محروجة منه وخايفة تبص في عينيه. واول ما رجعت الفصل تتصدم ان الشخص اللي المدرسة موقفاه هو لين كاي، وبيكون فعلا اسلوبه وحش ولسه المدرسة بتعاقبه، وبتعمل له استدعاء ولي امر بس ما كانتش تعرف انه ما عندهوش ولا اب ولا ام. وبعد ما خلصه وقبل ما تمشي بتشوف نيان تاني وبتتوتر اكتر، لكن بتقرر تديله الشمسية بتاعته اللي خدتها منه، وفجأة تطلع عروسة اختها وتنسى تاني انها كانت مبدلة الشنطة معاها، فيضحك ويسيبها ويمشي. وبترجع للمنزل لكن فجأة تلاحظه قدامها مع بالونة هيليوم، والمشاعر تتحرك تاني وضربات قلبها بتزيد،
وما كانتش تعرف انه بيلعب مع الطفلة اللي واقفة وراها يد النيلة، واول ما دخلت تفضل تفتكر الموقف اللي حصل. وزميلتها تتصل بيها تاني وبتحاول تنصحها بأي طريقة، لكن شياو لسه خجولة ومش عارفة تتعامل مع الموقف، وحكي في حكي وحكي في حكي بنات بقى، وبتحاول تشوف أي طريقة تخليه ازاي يعجب بيها أو حتى ياخد باله إنها موجودة أصلا. وتاني يوم تلاحظوا معدي بالصدفة من عند بيتهم، وبتفضل ماشية وراه وبتحاول تقلده في أي حاجة بيعملها، وبيوصلوا للمدرسة وبرضه نيان مش واخد باله إنها موجودة أصلا ولا شايفها. وبيعدي الوقت وبقى المدرسين في حيرة بسبب غيان لين كاي، وفجأة بيوصل مدرس الرياضيات الوسيم وكل البنات ما تصدقش نفسها، لكن بيطلب من مدرس الرسم انه ياخد مكانه في الحصة دي، ولسه تشياو متوترة. واول ما وصل لين جنبها بيكتشف بالصدفة من رسمتها انها هي البنت اللي كانت بتبعت له رسائل طول الوقت على المنتدى ويهددها ويتنمر عليها، وينتهز الفرصة ويطلب منها انها هتعمل له كل اللي هو عاوزه لإلا هيعرف الكل باللي كانت بتعمله وانها معجبة بيه. واول ما خلصت المدرسة وخرجت تلاحظ مامتها ان بنتها لسه متضايقه من شكلها، وبتاخدها بالعافيه عشان تعمل لها تقويم عند دكتور الاسنان عشان تظبط لها اسنانها. واول ما وصلوا بتهرب منها تشياو بسرعه قبل ما تاخد بالها، وكل يوم اصعب من اللي قبله، حتى بيلاحظوا مستواها السيء وانها مش مركزه طول الوقت، لدرجه حتى النتيجه الشهريه بتظهر وبتجيب اسوأ درجه، وبتتاثر وبتعدي بالصدفه من جنب نيان من غير ما تاخد بالها، وتبدا تكتئب اكتر وبترجع تاني لمكانها القديم وتحاول تذاكر باي طريقه. لكن فجاه ورقة منها، وأول ما طلعت وراها بتلاقيها لازقة في وش نيان اللي كان معدي بالصدفة. وبيدخل معاها بسبب المطرة، ومن كتر التوتر تطلع واخدة برضو شنطة اختها، وبتحاول تعتذر له انها نسيت الشمسية بتاعته تاني، وبتعرفه ان لين كاي قال عنها انها غبية جدا وعمرها ما هتتعلم ابدا، فيعرفها انها لازم ما تهتمش بكلام اي حد وتحاول تجتهد اكتر من كده. وبيحاول يساعدها باي طريقة، لكن مشكلتها انها لسه ما زالت معجبة بيه وبتسرح بخيالها فيه طول الوقت. وتاني يوم بيعدي من قدامها من نفس الطريق وما بتبقاش مصدقة نفسها، وبترجع للمدرسة وبقت اكتر نشاط، حتى زميلتها في الفصل تعترض عليها انها بتساعد لين كاي في حل الواجب بتاعه، فتتعصب عليها خوشين وتاخدها بالعافية عشان تعرف باقي زمايلها اللي تشياو بتعمله، والكل بيعرف حتى نيان، ومفيش حد لسه عنده علم انها كانت بتعمل كده لمجرد بس ان لين كاي ما يعرفهمش انها هي اللي كانت معجبة بيه على المنتدى. لكن بيدافع عنها نيان وبيلاحظ انها لسه بتعتذر للين كاي وكأنه بيهددها، وفي يوم بتتقرب من خوشين وبتساعدها وبتبدل مكانها معاها، لكن بتكتشف هي كمان انها كانت معجبة بلين. حتى نيان يحاول يعرف منها علاقتها مع لين وهي بترفض تعرفه اي حاجه، وتتاسف له وبتحاول تعتذر له باي طريقه وبتمشي معاه بما ان طريقهم واحد وفي نفس الاتجاه، وبتروح وبتقعد تلعب مع اختها الصغيره حتى يعملوا فستان للعروسه بتاعتها، ووالدتها ما تصدقش جمال الفستان، لكن بتتصدم انهم عملوه من ستاير البيت وتهددهم انهم لازم يرجعوا كل حاجه لمكانها، وبتقعد وتعاقبهم احلى عقاب. وتاني يوم بتاخد الشنطه الصح وبتستعد لاختبار وامتحان التخرج، وبيتحركوا بالاتوبيسات، وعلى الرغم من كده لسه خوشين مش قابلة الوضع وانها معاها في نفس اللجنة. وبالصدفة بتكتشف انها نسيت المقلمة بتاعتها، وبتقرر تشياي انها تساعدها وبتكسر القلم والرصاص وبتديه لها. واول ما خلصوا تروح لها خوشين وتشكرها على اللي عملته معاها، بس بتتصدم تاني ان الشمسيه بتاعت اخوها نيان كانت معاها، حتى تشياو ما كانتش تعرف ان خوشين هي اخت نيان، لكن بتعدي الموقف ويتصاحبوا على بعض اكتر، وكمان تقرر تستضيفها في البيت عندها عشان تساعدها في ماده الرياضيات اللي فاشله فيها طول الوقت. حتى تاني يوم تعرض على اخوها انه يكون مسؤول عنها ويساعدها بما انها سيئه جدا في الماده دي، وفي النهايه بقت خوشين زميلتها الجديده، حتى يقرر نيان انه يساعدها كل يوم يمكن تتحسن في يوم من الايام. وانتهى فيلمنا النهارده. انا محمود عصمت، لو عجبك الفيديو ما تنسوش لايك وشير وكومنت لعربيك تريلر عشان نكبر بيكم.